خمس مقاطع غريبة نادرة لحيوانات خرقت قرار حظر التجوال. السلام عليكم مشاهدي قناة أنصت لتعرف. بينما يخضع العالم كله لسياسة الإغلاق الكامل وحظر التجوال لاحتواء فيروس كورونا المستجد وبقاء البشر داخل منازلهم، حيث أجبر الوباء العديد من دول العالم وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها على اتخاذ إجراءات استثنائية تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجوال وعزل مناطق بأكملها وحتى إغلاق دول العبادة لمنع تفشي العدوى القاتلة. ففي علامة أخرى على استمتاع الحيوانات البرية والبحرية بحرية أكبر بينما يلتزم البشر بالبقاء في منازلهم، صور بعض الناس لقطات نادرة لحيوانات خرقت قرار حظر التجوال. شاهدوا هذه المعركة بين فئران داخل إحدى محطات المترو في لندن بعد أن خلت من وجود البشر بسبب جائحة فيروس كورونا. ويظهر الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص معركة بين فئران لإثبات الوجود على الأرض في إحدى محطات مترو لندن بعد أن هجرها الناس. وعلق بعض الأشخاص قائلين أنه بعد مرور بضع من الوقت سوف تغزو الطيور والقوارض المنطقة برمتها التي خلت من البشر بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا. وفي فيديو آخر تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً طريفاً لثلاثة بطاريق وهي تخرق حظر التجوال بسيرها بكل حرية في شوارع مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، وكأن البطاريق تتفقد الشوارع بحثاً عن البشر. ولأن مشهد تجوال بطاريق في الشارع لم يحدث من قبل، فإن المقطع المصور انتشر بشكل كبير فور نشره على الإنترنت. وفي فيديو آخر تم تصوير زوج من الحيتان في المياه قبالة منتزه كالانكا الوطني، وهو محمية من الجمال الطبيعي المتميز بجوار مدينة مرسيليا الساحلية المتوسطية المزدحمة عادة ولكنها مغلقة الآن. وهو حادث نادر جدا أن يتم رصد حيتان الزعانف وتصويرها في أماكن قريبة من مياه المحمية، وعادة ما تبتعد الحيتان في المياه العميقة للبحر، ولكن يبدو أن ضعف حركة المرور البحري والرياضات المائية وصيد الأسماك وقوارب النزهة قد جذبها، وغياب النشاط البشري يعني أن الحيتان أكثر هدوءاً وثقة في إعادة اكتشاف نطاقها الذي تتخلى عنه عندما يكون هناك حركة بحرية. وتعد حيتان الزعانف من بين أكبر الأنواع، حيث تزن ما يصل إلى 70 طناً وتنمو بطول 20 متراً. ومن الواضح أن عملية الإغلاق تساعد الطبيعة والتنوع البيولوجي على إعادة اكتشاف مساحتهما الطبيعية. وشهدت إحدى سكان مدينة بريستون البريطانية التي تلتزم منزلها بسبب الحجر الصحي المفروض على البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا مشهداً فريداً من نوعه، حيث وثقت لهو الخرفان في ألعاب الأطفال بعد خلوها من البشر، وقالت أنها سمحت سابقاً لمالك مزرعة مجاورة من منزلها لإدخال الخرفان إلى أحد أراضيها للرعي. وقالت الشابة في وصف الفيديو: هذا مشهد رائع ومضحك أشاهده كل يوم عندما أخرج إلى حديقتي لتنفس الهواء النقي. وبينما يلتزم أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية منازلهم خوفاً من العدوى بفيروس كورونا، تتمتع الضباع بوقتها وتبرح في إحدى البرك المائية في محمية صيد خاصة في الجنوب الغربي من حديقة كروغر الوطنية في جنوب أفريقيا. ويظهر الفيديو المتداول مجموعة من الضباع وهي تسبح وتتمتع بوقتها في بركة مائية، حيث تقوم بعض بعضها البعض بطريقة ودية. ويشار أن الضباع لا تظهر طبيعتها الافتراسية بين بعضها البعض عندما تشعر بالأمان وليست بحاجة إلى الطعام. Thank you.
أصدقائي، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بآرائكم ومقترحاتكم في التعليقات، ولا تنسوا مشاهدة فيديوهاتنا السابقة.